حياكم الله يا شباب في فيديو اخر. طبعا اليوم مقطعنا زي ما تشوفون راح نتكلم هل جايز راح ينزلون شجر تركية في وور ثندر، اما اذا ايضا الشيء الثاني اللي هو هل راح ينزلون السفن الفرنسية في التحديث الجاي اما اذا طبعا نخش الموضوع ونختصر قد ما نقدر يا شباب. طبعا في الفترة الاخيرة سمعنا كلام، يعني شائعات من هذا الكلام ان راح تنزل شجر تركيا، وطبعا قبل فتره وقبل مده يعني قصيره نزل تريلر عن تركيا وكذا، يعني الام 16 وايضا التي 129 الهليكوبتر. طبعا ايضا يعني زي ما تقولون تريلر، يعني تحديث، يعني اللي يشوف يقول هذا تحديث شجره. طبعا نزل كلام في الفورم او المجتمع، طبعا طلع السي او هو المدير التنفيذي الجايجين انطونيو يتكلم، يسال احد اللعيبه يقول هل راح تنزلون شجره تركيه في وور ثندر ام ماذا. طبعا رد عليه يشكر على هذا السؤال، يقول نشكرك على هذا السؤال وايضا نشكر اللاعبين الاتراك. طبعا لان اللاعبين الاتراك جزء كبير من لعبة وور ثندر، وان اعدادهم فوق 700,000 لاعب طبعا، ومن هذا الكلام انت تعرفون يعني. ويقول ايضا تركيا قوة عسكرية وصناعة عسكرية ومن هذا الكلام، وان شاء الله راح يعني يقول راح نضيف التحديثات الجاية اشياء عن تركيا. طبعا ما حدد يعني من كلام هل تكون شجرة رئيسية ام فرعية، ما تكلم، قال راح ننزل اشياء عن تركيا بس ما حدد الشيء اللي راح يعني يصير، يعني ما هي شجرة فرعية داخل شجرة رئيسية، يعني زي ما تشوف كله كلام. طبعا معروف في كم مركبة في وور ثندر تبع تركيا اللي هي الهليكوبتر، موجودة في الشجرة الإيطالية البريميوم تي 129 وأيضا الإف 104 الطيارة. طبعا فأنا اللي استنتجته من الكلام هذا كله إن راح تكون احتمال انها راح تكون شجرة فرعية داخل ايطاليا، هذا احتمال، وممكن غلط، ممكن يعني زي ما تقولون شجرة راح تكون شجرة رئيسية وممكن لا، يعني ما ندري، يمكن تنزل مركبات ايفنت في وور ثندر. طبعا هذا مجرد كلام وما في شيء رسمي وما في شيء يعني ثابت، يعني كل مجرد كلام. طبعا ممكن مستقبلا تنزل شجرة رئيسية، يعني يمكن بعد سنتين سنة ثلاث سنوات ما ندري والله اعلم. زي ما قلنا هذا مجرد احتمالات ومجرد كلام طبعا، وزي ما تعرفون اي شركة تحاول تجذب الزبائن الى اي لعبة يعني عندها، يعني اذا لها فلوس في المكان هذا فراح يعني زي ما تقولون تعلن وراح تحاول بقدر ما تقدر انها تكسب لعيبة او زبائن جدد في السوق يعني. وزي ما تقولون اللعبة ما هي منحازة لاي طرف يعني مهما كان، فهي يعني زي ما تقول في الوسط، يعني لا هي يعني منحازة لي، يعني زي البعض يعرف انها شجرة اسمع عفوا انها شركة تبع روسيا وانها مدري ايش، لا بالعكس الشركة تقريبا تبع هنغاريا، يعني في هنغاريا ولها فروع خاصة في بعض الدول اللي هي زي اليونان زي دبي وزي ايضا يعني الامريكا، يعني لها فروع، ما هو فروع مكاتب يعني. وزي ما قلنا يا شباب ما في شيء ثابت ان راح تنزل شجرة تركية في وور ثندر، ولا في شيء يعني ينفي انها ما راح تنزل، كل كلام وكل مجرد احتمالات زي ما تشوفون. طبعا ممكن مستقبلا راح يكون فيه بيان خاص او راح يكون فيه مصدر خاص، يعني احتمالين يعني. طبعا تركيا معروف ان عندها صناعة عسكرية، لكن صناعتها ما هو ذاك الشيء، يعني معروف اللي عنده وش هو لوبرتو اي 4 ام 16 يعني معدي عليها تقريبا، وما هو تعديل يعني شيء جديد، يعني معروف هو التعديل حقها. دبابات نماذج، الدبابة الجديدة هي الطاي اللي هي موديل 2023، يعني ما بعد دخلت حتى الخدمة، يعني ما في شيء رسمي، والدباب غير معروف عن تروحها، يعني هي الطاي الجديدة اللي توها يعني ما لها فترة داخلة يعني في السوق. طبعا وزي ما قلنا احتمال مستقبل ما ندري، نشوف يعني ايام جايه يعني. طبعا الشيء الثاني اللي بتكلم عنه اللي هو راح تنزل شجره اللي هي السفن الفرنسا، طبعا هذا شيء مؤكد في التحديث الجاي، يعني فما هو شرط يا شباب يعني خلاص نزلت مركبتين بريميوم السفن انها راح تنزل في التحديث الجاي، لا عندكم الشجر الايطالي ترى تقريبا خذت سنه عشان تنزل الشجره كامله للدبابات،
يعني نزل دبابتين صدقوا، نزل دبابتين اللي هي M26 والبي 43 او البي 40، هذه الثلاثة خذت سنة يا شباب على مبال تنزل الشجرة الإيطالية للدبابات، يعني السنة كاملة ما في إلا دبابتين في الشجرة الإيطالية اللي هي البريمو الـ M26 والبي 40 طبعا. فزي ما تقول أكدوا إنه راح ينزل الحديث الجاي شجر السفن أو السفن الفرنسية في الحديث الجاي إن الله أحيانا. الشيء الثاني طبعا اللي بقوله، طبعا قبل فترة هم تكلموا أساسا إن إيطاليا راح يكون عندها يعني دبابات، احد اللعيبة يسألهم في المجتمع، طبعا ايطاليا تعاني من يعني ثغرة او تعاني يعني من نقص حاد في المركبات خاصة الدبابات، يعني زي ما تشوفون ما عندكم 6-7 ما عندكم 4-7 ما عندكم، يعني في فجوة يعني تاخذ دبابة 6-3 ما تحصل معها شيء، تجي مع دبابة 5-7 ولا 5 ف ما بيضبط البيار يعني، وهكذا تيجي الدبابة 6-7 ما معك دبابة 6-7 يعني ما معك الدبابة واحدة 6-7 يعني تحط لها باك اب تشتري 40 جولد او 100 باك اب بالجولد فصعبة يعني. فهم زي ما تقولون راح يحطون معهم دعم زي ما حصل في شجرة السويد وايضا الشجر البريطاني، يعني راح يحطون معهم دولة او فرع ثاني شجرة داخل ايطاليا طبعا. اللي انا استنتجته طبعا راح ينزلون اما هنغاريا او رومانيا او ممكن تركيا والله اعلم طبعا، لكن هنغاريا موجودة منها طيارات ومنها مركبات، فانا اعتقد 80% او 90% راح تنزل هنغاريا تقريبا 10% رومانيا 10% تركيا طبعا. زي ما قلنا كله كلام يا شباب وما في شيء رسمي وما في شيء ثابت، لكن زي ما قلنا الايام راح تكشف لنا الاشياء يعني. ويب وهذا كل ما عندي اليوم، واتمنى ما قصرت بالشيء، ونشوفكم في مقطع اخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.